سينا سرت. دكتور أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور حدثني عن آخر تطورات الوضع الوبائي بسرت. بالنسبة طبعا الحالات في سرت, في حالات طبعا وصلت إلى 8 حالات في قسم العزل, وفي حالات طبعا في حالات موجبة اللي هي بالتعديل في العزل المنزلي. بشكل عام ان في طبعا تم اجراء عدد من المسحات اللي هي المسح السريع, في حالات طبعا هي اللي تطلع موجبه بالسريع, ولكن البي سي ار هو اللي نحدد به الحالات اللي هي موجبه. في حاله طبعا من الحالات اللي هي في القسم العزل في التنفس الصناعي, في بعض الحالات طبعا خرجت شفاء. بشكل عام هو اللي هو بالنسبه للوضع الوبائي في سرت. في طبعا الحالات في زادت العدد شويه, بس المشكله هي ان الناس عدم تصديقهم او للحالات عدم التعاون والاختلاط, وهذا هو اللي هو اللي سبب في بعض المشاكل في زياده الحالات. طيب ماذا عن الإمكانيات؟ هل كل الإمكانيات متوفرة لديكم للتعامل مع حالات كورونا دكتور أم لا؟ والله بالنسبة للحافية الإمكانيات المتاحة البسيطة طبعاً, ونحتاج في احتياج مثلاً عندي الصناعي الأجهزة التنفس الصناعي في 4 أجهزة التنفس الصناعي, فيه العدد الأسرة اللي في قسم العزل حدود 20 سرير, في 4 اللي هي 4 اللي هي عناية خاصة. منها في الحالات تو في الحالات اللي هي حالة تبعد في التنفس الصناعي. طبعا يحتاج إن طبعا الحالات هي المشكلة الكبيرة هي ساعة الأكسجين, هو النقص الشديد في الأكسجين, هو نحتاج لأن الحالات هذه دائما تحتاج أكسجين بالدرجة الأولى دي. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الزرقا مدير مستشفى ابن سينا بسرت. أستقبل الآن دكتور